الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد ودوحان لحظة كجدنا باب كونتيني كوات باب الرجاء من كتاب رياض الصالحين عن سوق أن حديث سدحي تمنى باب أهنا حديث أفر بقول إلى ما تني أفر كتابك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وحال لقوري أبو هريرة قال إن أجري أبو هريرة كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لفد الليل صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر يضع أين لجوغان أبو بكر وعمر مركب معنا بس ماشى تلوى حال أبو بكر عمرنا لجوغان النبي الله في الدين رضي الله عنه رضي الله عنهما أبو بكر يا عمر با الله كراد النقضي في نفر بنو لجوغني في نفر بنو كل لجوغني النبي صلى الله عليه وسلم معنا وامحي أي كنا نفرا أيان وأهين والنبي قال لجوغه وأين وهليان أبو بكر عمرنا إن وهليان طبعا نبي جنا والله الشيء أبو بكر عمر نوال الشيء وحلا الشيء مقام كذا وين بدنا أنا مركة ضد وفد هار سراء كلمة ده حتى عصب وفد هار سراء مركم مال صوب بوقضه بوقشة مال كتبه وحلا الشيء وفد جاس ضد كأو بروفايل كسرية أمور بغضة وفدي هو جامين وزير هبل وفدي هو جامين ملحوينها وفدي هو جامين هبل أسيدانا إيه إنك لا أهلي إنت كلو على وعد فيهم إنت كلو مقاعد اللي مش يجي لكن حال الشيء جاء إنت برومن في جريسكا إنت موقتة وفدي كجست الله مرك أبو بكر رضي الله عنه أرضاه إيه عمر رضي الله عنه أرضاه وحيكم إذا هيندت كنبي قال فديه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا نبقى أيام نقاكعي ونقا دقاقي فأبطى علينا ونقصو الراقي ونقصو الضاحي توحى اللي في لي مركو بحو ضير بقو بحي كرائم مركي بسو الرقال عليو لكن نبقى ونقصو الراقي فخشينا أن يقتطع دوننا حانو كبقني النبي قال له الصدي قعان لقول لي جاي أما ذاك عاي أما هون يسوق قارين اقتطع دونهم بمعنى وام حي المركب فرهن وكب حي أما الله صدي أما لا تجي بهم كبقنا ففزعنا وان أركب حنا فقمنا وان كعني فكنت أول من فزع يا هذا الكاله وعنا قفكي يجري أرجحي أبقي عبصدي أسسي هذا الكيال أبو هريرة لأن الحديث يسوي ودنيه فخرجت مركز سامحي أبتغي رسول الله أنا رسولك الضيضية أوضل بيور هذه حتى أتيت حائطا للأنصاري إلا أن غائمت من الحائطة وبيروا أنصار تلاذح وذكر الحديث بطوله حديث مرك انت وكديري حديث دير بو الشيخ ابو هريره الى قوله الا وكجاري فقال رسول مرك هلك الله صعده ما حادثاً يدا حادثاً يدو ماشي لي ليلة حديث كلا لعظم يدا وحيكو قاضى ديغنت هاي حديث كلا انت كدير الامام مسلم وري هلك مرك الله صعده حيت هاي الامام النووي با وحو ربا انو اباره هل كبيت القصيد كأويهي أم محل شاهد كأويهي إماشا أن كشن سنة إنه يعلاقة حديث باب كأولا ليه أنه معنى نكجرني باب محايا نكجرني باب إيش الرجاء مركب حنو بادي قوي بينا أحاديث موجين إيسا إن الإله لقى قوصا صامة مركب بعضا أنا النبي قال له واي وراغي وكدم سحابة أرقى جحان ولا راغي هل كالله صعد معها توا حديث لو نقول من دونه لكن واحد الله صعبه النبي قال محيي المركه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي روحي اذهب دقاق فمن لقيت وراء هذا الحائط دربي وحي كذب بياد لك ولن تيد يشهد أن لا إله إلا الله حال وقري وقفك عسايا إن إلهي موين إلهك الآن وجر مستيقنا بها حال ويقين سيها كلمة دائرة مستيقنا بها قلب واندك دقي يستيقنا بها قلب حال وقلب يش يقين سيه اسم فاعلك فاعلك يسو هلك كان مركة كم قعمل فلا مركة أي مستيقنا قلبه قلبي سحال ويقين سيه بها كلمة دائرة فبشره بالجنة جنوه بشارع رواه مسلم هلك مركة هلك مسوعنا مركة عبد النبي صلى الله عليه وسلم ودروح إنه دقاق قف كسو كاسو هربح له لا إله إلا الله له لكن محان صوت المان حالي هذا الندم بأنه تلمام إني كلمة لا إله إلا محان دبت هاجن ويد بعد دبت هاجن خالصا من قلبه صدقا من قلبه غير شاك مثلا أنو برنين كلمة دي مستيقنا بها قلبه إن كلمة دو مستيقن يقين تأيه يصدق إيه إخلاص ككلمة ده ساعو ديهان نحن كده ديهان إنا إن وقف وكف وقاده برياشة أما برين كده كلمة ده برين كده لكن معنى ما سمعين إيسو إن الكلمة دي إراهده وفي نفس الوقت نواقضنا أي هل كها أي دبتا عقنتها أما كلمة دي أنبورين له إنت أقول بشارة مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة جنة أقول بشارة مركة فمن لقيت فأي فمن لقيته فمن لقيته وعلى الحث عايتي وراء هذا الحائط يشهد جملة ذا اسمها شتال وحي حالة لينسا مفعول كضمير كماشا كالقوان بحالة لينسا مستيقنا بها قلب وحال كله هل كان قلبه نيذا قعم الفشل فبشره بالجنة رواه مسلم إذا وحسها لما لا إله إلا محمد رسول الله قفك إذا هذا جنة الله بشاري هو سهل ما حديث أفر التمنات أهن حديث أفر بقول إلى ما تنشن وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله النبي يقول في أقري إلهي هذا الكيس عز غالب أهاي وجل وإناي في إبراهيم في شأن إبراهيم وكيري إلهي وحي وكشي نبي إبراهيم بو أقري نبي ومحاي هذه الآيات رب يا رب إنهن أسنامتي أضللن وحيلميا كثيرا إن بضن من الناس ذاتكية فمن تبعني عدي أني وصل ضوافة إشاي إسرع فإنه تابع أني إسرع مني دين تيدي وحكمي دي عقيدة دين تحسن إبراهيم سورة إبراهيم آيات صدن الحاد وقول عيسى أي وقرأ النبي قول عيسى أي وتلى النبي صلى الله عليه وسلم قول عيسى وأقرئ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبه ربه هذا تكوع عذابتي فإنهم عبادك وأدوه مضاد وإن تغفر لهم هذا الدم بقوذة بأفتده ودم بأفتدنا فإنك أدوه ربه أنت أدوه ربه العزيز عليه غالبا لقاءت كان باتع الحكيم إفلسان انت مركي والنبي النوسو حكتي قراه دي النبي إبراهيم ويري أما إلهي قرآنك وكشي على لسان إبراهيم إيتي إلهي قرآنك وكشي على لسان عيسى لورا يضمر كشي فرفع يديه لبس قام ذكر وتاقمر وقال يحر اللهم أمتي أمتي إله أمتي أمتي وبكى مركز سؤالين لدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل إله بها مركز جبريل يا جبريل جبريل اذهب إلى محمد نبي محمد آل وربك عالم حال ربك وعقه كأعقه فسله ويدي ما يبكيه محاك أعقه مركز وربك عالم محاك إلهي وعقه إن نبي محمد ونبي محمد لأعقه إلهي وعقه هذا أقوان كما قال إلهي من رهدين وربك على أساس الجملة الله كان مركب بين قوسين فأتاه جبريل جبريل من النبي قويم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان مركب أورم جبريل بأورم بما قال وحي ويريب أشي والحال هو أعلم وكو قال بذين فقال الله إلهي مركب وحيد تعالى سر يا جبريل اذهب إلى محمد النبي محمد أتك
فقل واحد تراذا إنا سنرضيك ونكراضي جنين دونا في أمتك أي في شأن أمتك ولا نسوءكم ونحمينين. رواه مسلم بمعنى ومحب ومضى هذا سيدة أجعشها أصمينين سيدة أجعشها أي أصمينين إني أهل الجنة النقضان إني سيدة النقضان ونصمينين ولا نسوءك أرن كان وح لباتا أو أكاسو قاري الدونة أما وحمينة وأنكو جيسان دونة ما لها مركي تانك شأن أمتك ما يشارك إليه لقوي وريقها قاعد يقها قاعد يوم حبيقة سوق قارين وريان لقو حمينين لكن نبي محمد هذا عدتها كسيحه. رواه مسلم تنوحي مجنسة صلاة ربي وسلام سيد أمدي سوق يفكر إلى النبي والبابو هل ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس من تبعني فإنهم مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم وتنو لي هذا نوحى إيمان إن تعذبه فإنه عبادي وإن تو النبي والبابو لكن نبي صلى الله عليه وسلم أني أمدي إذا أمدي سوق النبي صلى الله عليه وسلم قال تاتي حديثها مركة إسنها رجك لو نغباري إن أمضن إيضاء سيقوب بلانتها إهل الجنة إنا إتاهي حديثك شاني تبنات أفر بقل إيو لما تني لحنا كتابك مركة الله أبوحه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يحيل كنت وحنا ردف النبي نبي صلى الله عليه وسلم مدفنق شنبانها على حمار ضمير بالنصرنا وقاديك وقتها وشدنا إلى الراعي صلاة ربي وسلام عليه دمير بقى جديد وها نبقى الله صار نبقى مركا نبقى هرفا نيه رديف وقفك فنقى شون قضاك فنية فقال مركا يا معاذ معاذو هل تدري ما حق الله على عبادي ما كرانا يسا حق إلهي أدوميس وكله وما حق العباد على الله أدوميس وحي إلهي كله ما كرانا يسا ما كوك لصار أنت معاذو لبدا حق متك إلهي أدوميس وكله إي الضومض وحي إلهي كله مكوك على سارنت مكوك على أكت قلت الله ورسوله أعلم مركز سارنت إلهي رسولك سجد قال مركز سوير النبي صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العبادي حق إلهي الدميس كله وحوي أن يعبدوه إن إسجع عبدانه ولا يشركوا به شيء محبا أنا إلا وذاج وحق العباد على الله الضومض حق إلهي كله ألا يعذب إنسا عذاب من روح روحا صلى يشرك به شيء وحبا أن لو ذا جنين فقلت وحنر يا رسول الله أفلا أبشر الناس بأن تكون بشارين أوشان هو سهلا معنا قال فلا لا تبشر ما يا هو بشارين وفيتكل مركا عيس دكتان مرك خلاص قلت مرك ومقلو عبادة الله جل وعلا وعدم الإشراك انت وان كان كهي خلاص حلق انو اسدكتو عماش انت اذا كالي انو لا ايمن الكاس يا مركا لقى قاضنا اذن وحماشا لقى فهم يا توحيدك وشي عقيدة وشي مراها توحيدك كالراني انيهين مرا كيمد توحيدك عمل فالقارة وبها طيب مثلا اقدر اقول وحن ربعينا كله وحن كله كرا مثلا اني مؤمن بانا هاي مثلا كله كرا وحانا هاي قف مثلا موحدة شركيات كان اسكي الى لينك لكن شركيات كان اسكي الى لي محادة بيال حادة بيال وحموجني إن شركيتي كفوق هذا وحموجني إن الإله أضانوها وصرادي صونكي زكدي وأمر ذي كلا إذا تاس أي مرك حديثك أموجني يا مرنا بحيري وإن تاس وإن تكلا أي كجابيانة هأقول بشارين هل كان وطن صوت المان حديثك كان حديث لم يروح صوت المان مر وحجرة قفك إن هذا حكي قرسيت أي تاعي أو هدي أسئلة هذا مثلا قفك كان وقف عن wixii weelayn karin oo assimilation kuma samayn karo mustawheedi ma laha wa ilma yar masaa'ishan ma hanbaari karo oo kale ama qofku baahsha intuu iska fuudaysto haddii mid kale waxaan ku soo midalina nimba u yimu umru khata'a ibn abbas aathaarta ku qoran markaa siir hal lil qatil min tawba qofki qof dila tawba leh markaa siir ma mid kale ay markaa siir هل للقاتل من توب ابن عباس قف يقف دي لتوب ما لي مركز يريها ابن عباس هل سؤال بالويدي لما الجوابات وكل دون واسكهر إيمان ما بحس كان نوع الكويدي قف يقف دي لتوب ما لي مركز يريها كان نوع الكويدي اسلك سؤال شيء هاي قف يقف دي لتوب مركز يريها ما يعيب كل دوين عيري
كان آن لها بيري توبة ما لها كان آن لها توبة ما لها قفك كان وحي ويحمي سوى الدين لكن هدو الرواء إنو الدلو حدي لدو توبة اللي محوسة مينيه وبحيا وسوى الدين يا سامة لكن نينك كالغو سوق الرمسوزي المرة وكسوى الدين وسوى الدين هدان لهو توبة ما لها محوسة مينيه وسي وضع يا صامة مركا كان لا يا هاي توبة ما لها بمعنى قفك إساق وحان ربا إنو سان هدى دقاق إنو سان دقاق إلين خلاص إنو باشكو يشتغلو كعسي إساق وحو أركي إنه يسو أي أحسادين أو أركي باشي سو وطوع وافاي سان تهاي مركا بابك إلا يحروي لكن كالي هرو سو ديرو مركي بقعان كو ديقلا ريد هاندد آه أو باشي سو قلي هدي الباب كان لقى حيره يقول لي خلاص نحابك وعلينا يبغى سيس عنيه سيدنكي محاي حديثي الذي قتل 99 فكمل نينكي عالم نينكي راهب وبقول وقال لي صوما إذا وحي بدل ما لها آيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما آيد وقرنته في سورة النساء لكن نينك فقيها مفتقة للربا ما شاء النص كودي إنه فهمي كره. ابن عباس هذا حافظ قال إن إذا قاتلك توب ما لها نوا صح إن إذا توبوا له نوا صح وح 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 ما خلدين لكن وح مهمة عدة لها ليس يسددها ليس إن الجرنكت صدرت بحديث معلق مثل حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله ذاتك مركز الله اللسان جرات كذا كلام الله أقول أكو فهمك لكن ما عربتها إلا رسول كيس لبينه تد عوام مركز أتي من هذا مسائل ووين ولا هوتي ميتافيزيكس ديب ثيولوجيكال إيشيوس أو أد خطرت هذا ولا هو أو ما أردت أباها تحاليل ما فهمي كران وحي فهمي كران كلا هذا كلنا هذا قفكم مركو أقول لي يعني وداس القرآن كمركز أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ابن القيم فردتك وسد حكاية تقريوها سد حكاية بودوية قبة حكمة أباهن قبة أباهن وعدي قبة إلا لضاد أباهن قبة حكمة أباهن قفك كان وجاهل حوما بحسنا حبيب باين هذا حلاش قبة وحوية هاي أقونتي نوعا ما ويقال لكن كما عمل فالي حوية وقابي فالحوية وعدي إنك كان إيمان كي سكعي من نوع عالم وحوية يقان هذا كي يقان في مركة حوية شكي بكدر شبه كدر ضغط كفر إلا أكا قانع قلت كو حدا ركت إساق أو مسائل confusion له أو مثلا التباس كذا له كدر الوريقة يقف كلا ضغط مسائل شكلا ضغط إلا إنك حوكا ممغن وحكا سوي فهم سيه إذن قفك الله اللي مدعوك الله اللي يسيد وإن هرت كو عرابي وحكا سمعني إذا ما إناد dadka marka soo harfariisatid ina ibraaz cadalaas sameysid oo flexing muscles ina sameysid ma ho culumtaada muujiso wax ka si aad ku hadashid ma anna qofna waxa jira mustawo leeyahay qofna mustawo kale leeyahay qofna mustawo kale leeyahay yalla hadlaysa waana muhiim marka speech kala sameeyna waad aragtay identify audience allah yaad la hadlaysa harta sheek ما أرضي يا الله الله يسا مدد دوين الله الله يسا مدد أقوال الله الله يسا مدد عام الله الله يسا مدد علم الله الله يسا مدد يعني وقف كوين أتفهم كرت هدي لكن هذا نوعين عدة لها الله يسا كلمة دو حين نقانسة كلمة إيضو سكتورة مع مراء الدينين هذا الله أن سيو قد بقى وأنا صار صارنا مسألة إذا قصوا هذا لي حديثك لحي تمنات بابك أهنا أفر بقول إيضو لو أعتني تضبع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كولي قال إن رأى المسلم مسلمك إذا سئل في القبر قبر هدي سؤال ويديو يشهد أن لا إله إلا الله قريانا إن إله من إله كالجن وأن محمد رسول الله إنه يهي فذلك كاس أه سؤالاً لويدي سيدا أيته إنه أقاق جوابه قوله تعالى أي تفسير قوله تعالى إلهي أيديس فسر كيدو ويؤها يثبت الله الذين آمنوا
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله إلهي وسجا الذين كيبوا سجا آمنوا رمي بالقول أوراهدي الثابت أيض سجنيد أما قول كي سجنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أمر بإله سبحانه وتعالى كلمة مسجين إبراهيم في سورة إبراهيم آية تضرب الله تعالى متفق عليه حالة وضع صدقتهين نبي قحوت المعمي قبك مركي إيل كسال الله ديو إنه سؤالها كب الله من هي نيكا أود من مركو سان رغو إنه سؤالها كب الله من هي انترفيو باب الله من هي سؤالها هس أو من ربك ما نبيك ما دينك كلية يقف كب الله من هي إنك وحال ناشا يصنع ضعيته قفك مركو ماشي كسو تقي إنه أود دعي قبري ويلا اللهم ثبت بالقول الثابت اللهم ثبت بالقول الثابت اللهم ثبت بالقول الثابت إلى كل مدى توسك سغن لا إله إلا الله إله ليش يسيقف من لو قد عليه وأسيس صحباء صعروت. طيب هذا تثبيت كاتب بالقول الثابت نبي يقول حديثي سكوفة سيري هذا مؤمن ويهانا سؤال شلو يدي سيري تمنوك الدوابي سغن هكا أنا الله والله بين لحلحا شكشيين وفكرين أعطاك قاضي جوابتي. هل كهذا منافق هاي وكلمة داس مركو هرب عني كذا عساني أنا كعمل فلج جيل مركب ما يشل الجيو أما جوابته مركب بيحل هذا نوسن جوابتي أنا هلي كانوا لا دريت ما قرنا يسوع ما عرفت وليه هاي ما قرنا كده من لا دريت اللي وقع ما قرنا أو مركب الله قرعي إلهي سبحانه وتعالى نحوته كلمة دنا إياه وطن القرآن وليه هاي وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وألزمهم أي المؤمنين إلهي وحده لازم سيه كلمة التقوى وكلمة لا إله إلا بعلمه وكفسره وكانوا من أنت وحي أحق بها أي بهذه الكلمة يا إيه من أنت له كلمة أي هري أولي هجرين به إلهي وكفسره. إذن هل كان مركة هدي أضاق قف ميت في قبره هجرة الحياة البرزخية وأنا رشي لبعض تنكواد الدنيا طلبات البرزخية وتي ترانسيشن كلا هاي مثل بحاد بكذا بيسوي أبدية تاني مركة هجرة وسؤال مركب يكون باللاباتو ويقول هذا أشهد أن لا إله إلا الله أنت كلي جوابته صحنا أو كومبليت يعني ميت كلا هذا نور هذا أنت قفكم مركب يقول هذا وكان تفسير كلي هاي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة محاضا بي ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وطن إله إليه حديث كدن بي يتضبي تمناد وعن أنس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحيله إن الكافر قالك إذا عمل حسنة هدو وناك سميه قال وناك بصمينيا وناك بصمين كرا قراب حيرين بصمين كرا ضد طبال يسم بقعون في ذن كرا ضد أومن الدقن بعل وقدي كرا ضد وحباري كرا حسنة هدو سميه أطعم بها ولو قوذيا بها بسبب هذه الحسنة وناجى وليمد طعمة من الدنيا الدنيا رح لقى سيامك. وأما المؤمن مؤمن يسوي هذا وناجى ليماذا فإن الله جل وعلا أم فإن الله تعالى إله سريئة يدخر له وأكيدين يا حسناته في الآخرة آخرة دي ولا بلغة ومنك والله كيدين يا ويعقبه محوك هدنا أراعين يا أوعر بسين يا رزقاً رزق في الدنيا أدوياً رزق يكسينا على طاعته طاعة سؤلي من نائله سبحانه وتعالى وكو أرزقيا مركبو منك وحوه يستعال لبو جانس وناقين ديب لغو لغي وآخر إله سبحانه وتعالى كسينا رزقي على طاعته نائله سبحانه وتعالى وسينا هل ككالة أدوية كوبية لغسينا ولو إلى لنا وليالك انت يرأي يكون لك دقائق من طعم ظاهر إليه سبحانه وتعالى ألم ترى وتنبران كتنمام يجل على أعماش مثل الذين كفروا بربهم آيات السعادة أعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك والضلال البعيد وحلو إليه ماذا ما كعبوا إليه ضنبص أي دوائل الفطيو في يوم عاصف ما عندنا دبيش أدوى دبانيس لا يقدرون ما كسب على شيء
wixii la yimaadeen waxba ka heli maayaan. Halkaa marka waxaa la tilmaamayaa camaashan maxaa asal u ah? Iimaan baa asal u ah. Iimaan hadduusan camal kaa wadan waa ku daaya. Marka laba mid wey, marka qofka gaalka ah hadduu qof dadka wanaagooda ka shaqeeyo ahaayo, wax u samayn jiray, wanaag samayn jiray, Allah musta'aan, iskuula dhiso, kan dhiso, dadka soo dhaweeyo, cirka geeyo, oo dadka la shaqeyn jiray, hadduu islaamo acmaasha uu qabanayay kaydkay ugu jira ma dhumayaan. Tiisi hore wanaagii hore meel baa loo dhigaya. Laakiin haddii fii xaalat mowtihi cala lkufr, hadduu gaalnimada ku dhinto ayaa laga hadlayaa in waxba ka horreyn, adduunyadana intaa lagu quudinaya. Wa fii riwaaya in allaha laa yadlimu mu'mina, in allaha laa yadlimu mu'mina xasanatan, ilaahay qof mu'mina hal xasano xasana, wahda waa nakira oo waaxida ah, xasana ilaahay kama dulmiyo. Dulminta maxaa laga wadaa? Laga nuqsaamin maayo. Falaa yakhaafu bakhsan walaa rahaqa, bakhsan in laga nuqsaamiyo fiima ataa bihi, walaa rahaqan ziyaado calaa maa lam yati bihi, oo dulmi labada ma jirayso. Yuطaa biha waa la siiyaa, biha ay bisabab alxasanati hadihi fi dunya, adduunyada lagu siinaya. Wayujza biha ayujza ay lmuminu biha bihadihi alxasana fi laakhirati, aakhirana waa lagu abaalmarinaya. Idan qofkii muminka ahaa adduunyadiina wanaagii uu qabtay wuxuu kaga helayaa, aakharadiina way kaga horeysaa iyadoo kaysan baa ilaah haddana ku abaalmarinaya. Waama alkaafir gaalkii mahano, fayucamu isaga waa la quudinaya, bixasanaati maa shay xasanaadkiisu camil illaahi ilaahay uu sameeyey tacaala sareeya fi dunya uu sameeyey, xataa idaa afdaa ila alaakhirati markuu aakhira u gudbo, lam takun lahu xasanatun yujza biha, uma ahaanayso xasana markaa laga abaalmariyo ila dunyada kusoo qarams wixiisu soo qaatay. Lam takun lahu, uma ahaanayso xasanatun, uma ahaanayso xasan oo lahu isaga uma ahaanayso xasanadaasoo yujza biha laga abaalmariyo ama lagu abaalmariyo. Markaa mid rawaahu muslim. Waxaa laga yaabaa dadku lillaahi baa meesha ku jirta, kaafirna waa laga hadlayaa. Soo iyagu way dhawataninaa god baa waxu qabanaynaa, kan baa waxu qabanaynaa, ilaa fitra waxaa jirta qofkii isaga jiri kart. Laakiin isaga oo ilaah sheegi kontan kale ka dabwadi karaa, isagoo ilaah sheegiba trinityga aaminsanaan karaa, isaga oo ilaah sheegiba wuxuu aaminsanaan karaa maaragtay isha maaragtay ciise ilaahnimadiisu aaminsanaan karaa, isaga oo ilaah sheegay buu haddana sonship of Jesus aaminsanaan karaa, divinity of Jesus aaminsanaan karaa, wax kaloo ka dabooli karaa. Marka laakiin waxaa muhiima iimaanku hadduusan ahayn iimaan monotheistically tawxiid ahaan usugan hadduusan ahayn ictibaar male. Rawaahu Muslim. Halka marka waxaan rabaa balaaqada rhetorically luqa ahaan bal xoogaa u dhugo. Gaalka marka laga hadlayo kalimat ictaa baa la adeegsaday. Halka muminka marka laga hadlayo kalimat jazaa baa la adeegsaday. Ictaa waa siismo la siiyey, yacni qad laa tastaxiqha shay, inaadan mutaysan baa laga yaabaa, waan ku siiyey iyo waan kugu abaalmariyey way kala duwan tahay. Waan kugu abaalmariyey macnaa waxaad mutaysata wey, oo aad shaqaysatay, ood usoo dhididay, ood runtii maqaamkeedii leedahay. Jazaa la isticmaalaya. Halka waa la siiyey qof aan waxba aan shaqaysan waa siin karaa wuxuusan shaqaysan. Laakiin jazuhu ma noqon ilaa qof wuxuu shaqaysta mooyaan. الحديث الثامن عشر هو حديث أفر بقول الله تنسى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس شنتي صلوات تسالهود كمثل نهر وبي بيل مدي وبي قاسو جار دريرية وبي قاسو غمر بضن يعني كثير جريانه وماءه بيه بذيهن wabigaasoo calaa baabi axadikum midkiin gurigiisa albaabkiisa hortiisa ku dureerayo kamathali nahrin wabi buu lamid yahay wabigaasoo jaarin dureeraya wabigaasoo khamrin tiro badan oo bicana biyusu badan yihiin wabigaasoo calaa baabi axadikum ahaaday midkiin albaabkiisa hortii ahaaday wabigaasoo yaqtasilu minhu uu ka mayranayo ku qubaysanayo kulla yawmin maalin walba khamsa maraat shan jeer yani macnaa shanta salaad maxay ka dhigan tahay adoo wabiga maantana shan mar qubaysan alfaada qaarkeed waxay ahayd hal yabqaa min daranihi shay qofka sida maantana
baasha isaga daba saabuunta oo maanta sa isurugeyo ma wax iskuga wasaqa jirkiisa lagu arkayaa sidaasoo kale dunidu u tirtirmaysaa baa liya idan shan salaad ma sahlana shan salaad qofka markuu ilaaliyo walaa yuxaafid calayha ilaa mumin qofka sama ilaalin kara mumin uu noqdo mooyaane qofka markuu ilaaliyo dembi kuma soo haaray xadiidka sagaal iyo tobnaad وعن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال وحي مرك ماشي اسكس حديد بعد اذا ستان وعن ابن عباس فاصلة وخلط ووغاس وخلط وجملة مرك وعن ابن عباس رضي الله عنهما هل كوو ذكو قران تاي را دبعضان هاي ستاي واخد هذه بدني بيبضان تاي ادارك تان انا وحرقنا يقبر رجي محانا وخطأ قال يحيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال مقوله يقول له ما من رجل مجر قف قف كاس مسلم اه كلمه ده مركب بين قوسين هاسك حريق رجل مسلم كاس يموت لمن هي وفيقوم على جنازتي جنازي سيستاغي سيكوت كنيسو 40 رجلا افرتن افرتن كاس لا يشركون بالله شيئا الى هي ان وحبل ولا جن افرتن موحد يكوت كنيسو إلا بهذا على شفعهم الله إلهي با كجرجل يقبل فيه ننكاس يعني ننكا كان ميت كأدنتي قال لهم كنت كتي إلهي سبحانه وتعالى أي مركا سلادوس أو شفاعة قاضية إلهي سبحانه وتعالى يعني قف كثيرة وأفرتن كلي أفرتن كلا كوين النقطان رجال إن النقطان ضد موحدين توحيد قال إلى لي فائدة إليه وكن أفرد كان مركز قلت كذا قف كاس إله سبحانه وتعالى شفيعه أقبله لأن ما أنت ولا الدعاء اللهم اغفر لحيينا وميتنا كان الجوع كان المقن كان يركينا وين لا بي لدي أنت صار نور بودعيني ما نسهلنا ولقدك مركز دعيني يام أو جنازة كل جيران جنازة حالات قاري لا لا ويكد وانت صلاة هكلا أن تكون قف على قف كأنه صلاة دي من كثر ما تعود عليها ما دام وسوع العلم ما أنت لان يسوي يسكده هان أبسن مايند هذا inu iska wad kada laga laakin salaada janaasada xogaa qofki marna wuxuu ilaalin alfaadi marna murug ba haysa marna mid kula maaratay aad uga tiiraan yoonaa meeshu yimid xaalad gaar ah oo aan sahlanayn badana ducooyinka soo baxay aad bay u kulli oo duca marka samada isku laalaysa aan sahlanayn inta ilaahay inta uu ku arjuqo shafa'ahum allah marka halka marka waa daruuri weey marka ilaahay baa waafajinay mahduusana hina al tawhid bidii jireen markii الإمام أحمد الحنبل ذات أهل البدعة مركز إسقطان جنازة وكالة بحد دور نامير جنازة وماشة ذات الجوع قادو قفك قفك سيسكوي مادان جنازة ذات كيس قفك سيسكوي مادو حان صوم مرتي جنازة ما لقي استعجل أنا لها قفك ونقف لي مانا إسك بسيط هذه قاعدة تسني لكن مركز دي بارز على كيسا وح أقول تي بينه وبين الله وقر صانته هاي لكن سو ذات كولا دم مجري يوناجيسي قف إسون ولي يدو قف لك على قباني على لكن يدو عرب كيسا لك من قالوا أدين كي أدين كيسا لك من قالوا ومنين وما ده خير كون هرت عاجن خير كلا تعاج قف كاسو كلا بشارة سو دك دقيس هذا حديث كم بقصو جب جبينينا حديث كلا باتنات صلاة ديوان هيسا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حلو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نبي كانوا خيمة كل جرغي نحو من 40 أفرتن كله أفرتن روح إنه وكاء أين خيمة مالتين لها أين لجوبنا فقال نبي مركو حيلي أترضون راضي مكتين مجعشين أن تكونوا إن أهاتان هداتهن أمة محمد ربع أهل الجنة ربع أهل الجنة أهل الجنة أفر ضلال ضلال إلى النقطان أهل الجنة كبير يقول أفرتن يهين إن طوانكم النقطان هذه مكتين قلنا نعم ها يا رسول الله قال هذا نوكو علي وحير أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة راضي مكتين إلى النقطان صدح ضلال ضلال إلى النقطان قلنا نعم مركزنا ها يا رسول الله قال حير والذي نفس محمد بيدي وحان كل أرت الله جعنتي سأي كجرته يعني معنى نفس محمد نبي محمد نفسه دي سأل الله جعنتي سأي كجرته كل أرته إني لأرجو حن رجينا أن تكونوا نصف أهل الجنة إن النقطان جنة أهل كذا هاف إن النقطان ما حيتها ربع ما حيتها فرد ضلال ضلال ما حيتها سدح ضلال ضلال ما حيتها هاف بابينك
مركاسير وذلك أرنك أسمى ثابت أسوى قدر روحه كسره أن الجنة بأن الجنة جندي لا يدخلها مقلاي إلا نفس المسلمة نف إلهي أهو جانسن مويان عدك لقريسة مكامل وما أنتم إذنكنا ما إهدنا من في أهل الشرك مركا الذين بربر لقول الذين كضي لنس سكودا يعني مركي إذنك أهل الشرك مركا الذين بربر لقول إلا كالشعرة تن تنتي البيضاء يضعدي وفي جلد الثور الأسود لحا هاتي ديبي مدوء هرقيس يعني ديبي مدوء مركو يسنو وذي مدوء وغل تنو عضي دو سارانت ساكرنا حمو قنمس ساسا تينوي أو كالشعرة السوداء أما تنتي يضو مدوء بيضو في جلد الثور الأحمر أيضو لحا هاتي ديبي عسى هرقيس متفق عليه ساساتين بيقول مركب نبي صلى الله عليه وسلم كلمهم إذا ما كان حمو قنيس أنا أتكلم مركب حديث يا مركب حمو جنيا بشارات كوس مركب ليه هاي أهمية له هل كاه إنه وجوه إلى هنا وبالله التوفيق.